أهلا بحضراتكم. إحنا النهاردة في صرح العدالة المصري، المحكمة الدستورية العليا. هذه المحكمة اللي ليها قيمة كبيرة جدا عند المصريين، قيمة استمدتها من دورها وأهميتها في الحياة المصرية، وقيمة أخرى استمدتها من الأحداث التاريخية الهامة التي مرت عليها والتي ساقها القدر لتكون جزء من هذه الأحداث. كمان إحنا بيسعدنا إنه هذا اللقاء وهذا التواجد يكون وإحنا بنمر كمان بذكرى أحداث مصرية مهمة عشناها خلال السنوات الماضية وليها الأثر والأهمية المستمرة خلال هذه الفترة. الشرف الكبير نناله اليوم في حضور وفي لقاء سيادة المستشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بكم في المحكمة الدستورية العليا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. عايز أبدأ مع سيادتك هذا اللقاء بداية مختلفة، نتحدث إلى المواطن المستشار سعيد مرعي المواطن، وهو يجلس الآن على هذا المقعد اللي ليه قيمة وليه أهمية كبيرة عند المصريين. المواطن المصري البسيط لما يسمع كلمة المحكمة الدستورية العليا يشعر فورا بالمهابة والجلال. إحساس سيادتك إيه وأنت تجلس على هذا المقعد بما مر عليك من أحداث وبما يمر هذه الأيام؟ أولا أحمد الله وأشكره على أن بوأني بفضله وبكرمه هذا المكان وهذا المنصب، وأيضا الشكر موصول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر قراره بتعييني رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. هذا المنصب جد خطير وجليل، لأن المحكمة الدستورية العليا المصرية واحدة من المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية والمحاكم العليا العالمية يشار إليها بالبنان من اختصاصاتها التي نص عليها الدستور وأولاها إياها، باعتبار أن هذه المحكمة الدستورية العليا هي ضمن النظام القانوني للدولة، وأيضا أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للدستور هي حارسة دستور البلاد وهي القائمة عليه. فالمحكمة الدستورية العليا تحرس الدستور بكل أبوابه حتى لا يظن ظان أن المحكمة الدستورية العليا تحرس فئة معينة من الحقوق دون فئة أخرى. فالمحكمة الدستورية العليا تعمل على تثبيت أركان الدولة وتقويتها والحرص عليها، وأيضا في الوقت ذاته تحمي حقوق وحريات الأفراد. فوظيفة المحكمة الدستورية العليا وظيفة ذات جلال وذات أهمية خاصة بالنسبة للدولة وبالنسبة للمواطن. من أجل ذلك هذه المحكمة لها دور كبير في حماية وحراسة دستور البلاد أو عقدها الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وبالتالي فهذه المحكمة تؤدي دورها كحارسة للدستور بتوازن شديد، فلا تميل في أحكامها ولا في مسلكها إلى جانب من جوانب التي تناولها الدستور على حساب الجانب الآخر، إنما هي تقوم بعمل توازن بين أبواب ونصوص الدستور حتى تأتي نصوص الدستور نصوصا متناسقة متناغمة محققة الهدفين معا، حماية الدولة وتثبيت أركانها وحماية حقوق وحريات المواطن. أخذ من كلام حضرتك وأنت تتحدث عن التوازن في دور المحكمة الدستورية العليا، وإحنا عشنا سنوات يمكن الناس كانت بتتكلم فيها عن موضوع
توازن السلطات في مصر واختصاصات السلطات في مصر. مش عايز أقول إنه كان البعض بيقول إنه في تداخل أو عدم تناغم ما بين السلطات في فترات سابقة، لكن عايز أسمع حضرتك رؤيتك لهذا الأمر في هذه المرحلة. فكرة توازن السلطات هي فكرة ليست حديثة. البعض قال في القديم بمبدأ الفصل بين السلطات، وظل هذا المبدأ يسير أو قائما فترة طويلة من الزمان، فكان هناك أو وصل إلى الفصل المطلق بين السلطات، إلا أن الواقع العملي يرفض هذا الفصل المطلق بين السلطات وتحقيق مصلحة الدولة العامة، يرفض مبدأ الفصل المطلق بين السلطات، فتحول الأمر من الفصل المطلق بين السلطات إلى ما يعرف بالفصل المرن بين السلطات. الفصل المرن. المرن، ثم تطور هذا الفصل وحذف كلمة الفصل فأصبحت كلمة قميئة بين السلطات، واستبدل بها عبارة التعاون بين السلطات، فأصبح هناك تعاون بين سلطات الدولة الثلاث: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فبدل من أن يكون هناك فصل بين السلطات، حل محله الآن التعاون بين السلطات. فأرجو أن كلمة الفصل المطلق بين السلطات ألا يكون لها وجود في عالمنا، وإنما هو التعاون بين السلطات في سبيل تحقيق مصلحة البلاد ومصلحة المواطنين. واحد من أشكال هذا التعاون تجلى منذ أيام في اجتماع حضراتكم رؤساء الهيئات القضائية مع السيد رئيس الجمهورية. أهمية هذا الاجتماع واللي لمسته حضرتك في وجودكم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. أول حاجة، الاجتماع الذي تم برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2/6 الماضي لمجلس الهيئات القضائية، الذي كان يضم وزير العدل، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، النائب العام، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس هيئة النيابة الإدارية. هذا الاجتماع كان اجتماعا تاريخيا، لأنه شرف برئاسة السيد رئيس الجمهورية لهذا الاجتماع، وتناول موضوعات ذات أهمية كبيرة تمس العدالة في كل صورها وبطريقة أو أخرى. وهذا الاجتماع برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مجموعة من القرارات، هذه القرارات ساهمت بشكل كبير جدا في تقدم العدالة المصرية. أذكر لك من هذه القرارات، أو دعني أقول أذكرها في صورة موضوعات. الموضوع الأول الذي تناوله مجلس الهيئات برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضوع تولي المرأة أو تعيين المرأة في مجلس الدولة وفي النيابة العامة. قد يسأل سائل، ما المرأة الآن تعمل في القضاء العادي وتعمل أيضا في هيئة قضايا الدولة وفي هيئة النيابة الإدارية، وتعمل في المحكمة الدستورية العليا نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا؟ لأن الجديد في الموضوع هو أن المرأة كانت لا تعين في بداية التعيين في النيابة العامة في وظيفة معاون نيابة، وفي بداية التعيين في مجلس الدولة فلم تكن تعين في وظيفة مندوب مساعد، وكان التعيين مقصورا فقط على الشباب الذكور، فكانت الفتاة تحصل على لصنص الحقوق بتفوق، شأنها شأن شقيقها وزميلها الشاب، إلا أن كانت الإجراءات الماضية يتم تعيين الرجل أو الشاب ولا يتم تعيين المرأة.
الآن أتيحت الفرصة للفتاة أن تتقدم مع زميلها الشاب الحاصل على نفس المؤهل أو ذات المؤهل لصنص الحقوق في ذات السنة التي تخرجت فيها، أن تقدم أوراقها للتعيين أو للترشيح في وظيفة من وظائف من الوظائف القضائية لمجلس الدولة أو للنيابة العامة. كان هذا إنجاز الفضل فيه بعد الله للسيد رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصر على إعمال الاستحقاق الدستوري المقرر في دستور 2014 وغيره من الدساتير السابقة عليها، وهو المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظيفة العامة أو الوظائف العامة. تمام، أن احنا في 11 المقبل بإذن الله إن شاء الله سنشهد أول معاون نيابة أو أول وجود للمرأة في النيابة العامة وباقي الهيئات. لا أستطيع أن أقول لك ذلك، لكن إذا يعني قبل. لا، أنا أقول أن بدأت الهيئات القضائية، هيئتا مجلس الدولة وهيئة النيابة العامة، بدأت في اتخاذ إجراءات تفعيل الاستحقاق الدستوري في إن شاء الله. إن شاء الله الجهات تسير أو تعمل على قدم وثاق لتطبيق الاستحقاق الدستوري وتنفيذ توجيه السيد رئيس الجمهورية في أن تتولى المرأة المصرية منصبها في مجلس الدولة وفي النيابة العامة. كان أيضا من بين القرارات اللي صدرت في هذا الاجتماع ما يخص مدينة العدالة أو يعني مجمع العدالة في العاصمة الإدارية. مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة. صحيح. هل ستنتقل المحكمة الدستورية بمقرها الرئيسي ليكون في العاصمة الإدارية الجديدة؟ المحكمة الدستورية العليا لن تتخلف عن الركاب ولن تتخلف عن شقيقاتها الجهات والهيئات القضائية في الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وسوف تخطر المحكمة الدستورية العليا وزارة العدل بمتطلباتها في المبنى المخصص لها في مدينة العدالة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة. إلا أن العاصمة الإدارية الجديدة، أود أن أقول وأن أشير إلا أنها هي مكون من المكونات الرئيسية للجمهورية الحديثة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس لقيام الجمهورية الحديثة اللي هي جمهورية مصر العربية الحديثة. مدينة العدالة جزء من منظومة كبيرة تسمى العاصمة الإدارية الجديدة. والعاصمة الإدارية الجديدة في مفهومي وفي تقديري الشخصي أنها إنجاز إعجازي لفخامة السيد رئيس الجمهورية وأيضا لرجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، إنجاز لفكر السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية فكره الثاقب وبعد نظره أن لم تعد مصر دولة صغيرة الحجم قليلة الأهمية، إنما مصر عملاقة بشبابها، مصر عملاقة برجالها، مصر عملاقة بالمرأة، مصر عملاقة بكل عناصر سكانها، أيضا عملاقة بقيادتها السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه العاصمة الإدارية إعجاز في التنفيذ من ناحية الوقت ومن ناحية السرعة ومن ناحية أيضا التقنية الفنية المستخدمة في تأسيس هذه العاصمة ومن ثم تأسيس الجمهورية الحديثة. صحيح. وحضرتك بتكلمني عن عظمة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أيضا مصر على مستويات أخرى في هذه المرحلة بتخطو خطوات كبيرة وقفزات حتى على المستوى السياسي وعلى مستوى الملفات
الدولية، وحضرتك كان ليك تصريحات فيما يخص ملف حتى مكافحة الإرهاب، إزاي بتشوف النجاح اللي حققته مصر في هذا الملف؟ بالمناسبة أنا أوجه الشكر قبل أن أتحدث في مكافحة الإرهاب، أوجه الشكر والتقدير والإجلال لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة وإلى قائدها الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائدها العام وهو وزير الدفاع وجميع قادتها ورجالها وأفرادها وجنودها على ما قاموا به من دحر الإرهاب الأسود الذي تعرضت له مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من نبه إلى خطورة الإرهاب الأسود على التنمية والتقدم في كل دول العالم، ولذلك دعا العالم ودعا قادة العالم كلهم ودول العالم كلهم إلى التعاون والتضافر فيما بينهم لدحر الإرهاب. ودحر الإرهاب الذي قامت به قواتنا المسلحة بفضل الله، وأقول بفضل الله وبتوفيق الله ثم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى إلى أنه مهد الطريق للتنمية في مصر. وما نراه الآن من التنمية بكل صورها في مختلف أرجاء مصر إنما هو كان بفضل الله ثم بفضل قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولذلك أنا رأيت ذلك بعيني رأسي فأطلقت عليه اللقب الذي يستحقه وهو الرئيس المخلص عبد الفتاح السيسي، فهو رئيس مخلص لبلده، رئيس مخلص لوطنه، رئيس مخلص لشعبه، مصر به تقدمت وهو تقدم بمصر. جزء من يعني هذا الحلم في التطوير وفي الإنجاز كان أيضا يخص الشأن القضائي والعدالة في مصر بكل أفرعها. لو تطلعنا حضرتك على ما تم إنجازه في هذا الملف، في ملف تطوير العمل القضائي وتسريع بيقولوا بيسموها العدالة الناجزة، برضو أخذ تعليق حضرتك على هذا المصطلح. أولا أريد أن أنوه عن مجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنمية، وأنا قلت أو أقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى أهمية خاصة للبنية التحتية، لأنها مطلب رئيسي للمواطن أن يجد مسكنا مريحا وأن يجد كوب ماء نقي. ولن أدخل في التفصيلات لأن هذه التفصيلات كثيرة تحتاج إلى حلقة مستقلة، إلا أنني أريد أن أربط بين التنمية أو البنية التحتية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبنية التحتية، وأيضا اهتمامه بالبنية الفوقية، ولعل هذا التعبير قد يكون تعبيرا جديدا. البنية الفوقية وهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شغله إدخال التكنولوجيا الإلكترونية في مصر كلها، فأطلق مشروع مصر الرقمية ورقمنت كل الأجهزة والجهات الحكومية والمصالح الحكومية في مصر. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الاتصالات القائمة على التطوير التكنولوجي ورقمنة مصر كلها أن تتجه أيضا إلى العدالة، فمعالي وزير الاتصالات بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية اتفق مع كل الهيئات والجهات القضائية على رقمنة العمل القضائي، وقد أبرمنا هنا في المحكمة الدستورية العليا اتفاق مع معالي وزير الاتصالات وهو من أسرة قضائية أيضا،
لرقمنة الجدول أو القضايا أو العدالة في المحكمة الدستورية العليا والعدالة في المحكمة الدستورية العليا وفي المحاكم العليا المصرية والهيئات والجهات القضائية المصرية وكافة المحاكم المصرية تسير الآن بالتقدم وبتطوير تكنولوجي في جميع مراحلها. بعض الناس لما بيتحدثوا عن مفهوم العدالة في مصر بيتحدثوا عن بطء الإجراءات القضائية وانتظار سنوات طويلة عشان يصدر حكم في قضية ما. هل حضرتك بتشوف ده يعني يعيب أو يكون في جزء غير جيد في مفهوم في منظومة العدالة، ولا لا ده أمر طبيعي وبيحدث ممكن في دول أخرى؟ العدالة عمل إنساني، وتحقيق العدالة يحتاج إلى جهد وفكر، لأن العدالة هدف سامي، العدالة هدف سامي وغاية أو غاية التقاضي. تحقيق التراضي القضائي، أن يدخل المواطن المحكمة فيخرج من المحكمة وهو متحقق له الترضية القضائية. فالترضية القضائية هدف كل المحاكم، هدف كل الجهات والهيئات القضائية. بالتالي لكي تحقق الترضية القضائية لكافة المواطنين لابد من بذل الجهد لتحقيق هذه الترضية، وبذل الجهد وتحقيق الترضية يحتاج إلى وقت، وتحقيق هذا الإجراء والبحث في ذلك الإجراء وتحقيق هذا الدفاع وسماع هذه الأقوال وقراءة هذه الوريقات، لأن هذه الوريقات الصغيرة قد تؤدي إلى الوصول إلى الترضية القضائية. من هنا مع الكم الهائل الذي تنوء به أكتاف الرجال من القضايا أدى في الماضي إلى نوع من البطء، وأقول البطء وليس يعني عدم الفصل، إنما البطء هذا كان له أسباب، كثرة القضايا وتنوعها الشديد والأعداد الضخمة التي تنوء بها أعناق الرجال. أنت حضرتك هنا بتنفي كلمة التباطؤ اللي البعض بيرددها. لا أنا مش بأنفيها لأن كان موجودة، ولكن أنا أقول أن هذا التباطؤ، العدالة البطيئة له أسباب، ليس القضاء أو ليس البشر هم السبب، وإنما هي كثرة القضايا، قلة الأعداد، أعداد القضاء، أدى ذلك إلى بطء العدالة أو بطء التقاضي. إلا أن وزي ما بيقول أهل اللغة، هنا عبارة استدراكية، ولكن الاستدراكية هذه مهمة جدا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك بفكر ثاقب وعقل واع أن بطء العدالة قد يؤدي إلى مسخيها. من أجل ذلك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الناجزة، وبدأ في تكليف الخبراء بدراسة كيفية وتكليف الجهات والهيئات القضائية بدراسة كيفية تحقيق العدالة الناجزة. انتهى الأمر إلى أن العدالة الناجزة ممكن أن يتم تحقيقها وبخطوات، لأن العدالة الناجزة تحقيقها يحتاج إلى إجراءات تتفق مع الدستور وتتفق مع القانون وتؤدي إلى تحقيق الترضية القضائية الكاملة. فلا تأتي العدالة الناجزة على حساب الترضية القضائية، لابد بالعدالة الناجزة
وهذا مهم جدا، أن تتحقق الترضية القضائية للمواطن، لأن العدالة الناجزة لو لم تحقق الترضية القضائية للمواطن، العدالة البطيئة إذا كانت تحقق الترضية القضائية فلدى المواطن أهم. فوجه السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة، تحقيق العدالة الناجزة. من هذه الإجراءات زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، إدخال الرقمنة في العدالة. دخلت الرقمنة، دخل التقدم الإلكتروني في المحاكم، وأصبح النت والكمبيوتر والرقمنة وكل المصطلحات العلمية اللي انتوا عارفينها ديت النهاردة بتدرس أو درست فكرة رفع القضية من البيت، وتقديم المذكرات من البيت، تقديم المذكرات من المكتب، تبادل المذكرات بالطريقة الرقمية، أيضا المداولة بين قضاة المحاكم. أصبح قضاة المحكمة الواحدة يتداولون إلكترونيا، ولم يكن ذلك موجودا بالأمس، ولا أقول الأمس أي امبارح، نبا بالأمس القريب. فهذا الرجل أدرك قيمة العدالة الناجزة، من أجل ذلك وجه بهذا التوجيه وتم التنفيذ فعلا. فوزارة الاتصالات دخلت دور العدالة كلها على اختلاف أنواعها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برقمنة العدالة المصرية. إن شاء الله سوف تكون العدالة المصرية عدالة محققة للترضية القضائية بطريقة وبصورة سريعة إن شاء الله يرضى عنها كل المتقاضين بإذن الله. فندم، وحضرتك بتتكلم عن مفهوم العدالة الناجزة، وطرحت أحد الأسباب الخاصة بتعطل ذلك هو فكرة كثرة القضايا والأعباء على القضاء في المحاكم والهيئات، تضخمها وكثرتها. كلمة كثرة كلمة متواضعة على الكم الهائل الذي ينظر أمام المحاكم. أنا هنا عايز أسأل حضرتك كقاضي ومستشار جليل ورجل قانون، عندما يكون مجتمع زي المجتمع المصري يفرز هذا الكم من القضايا، بتشوف ازاي الوضع ده؟ هل بترى شيء سلبي ام امر طبيعي؟ والله هي لا التعميم في جميع المسائل ليس حكما صحيحا، انما تدرس كل حالة على حدة، وتدرس كل حالة بأسبابها ومقدماتها وما يترتب عليها، فالتعميم حكم خاطئ. لا أستطيع أن أقول لك أن هذا جيد أو هذا خطأ، لكن أقول أن الدولة القدر الذي تبذله من أجل التخفيف من حدة القضايا ومن كثرتها عن طريق حل مشاكل المواطنين، وهي قامت بذلك وتقوم بذلك، فيؤدي ذلك إلى تخفيف العبء عن المواطن، وأيضا تخفيف العبء عن المحاكم. فالمنازعات تحل سلميا، المنازعات تحل بالتراضي، المنازعات تحل بالتوافق، هذا يؤدي إلى تخفيف العبء عن المحاكم، ومصر بتسير في هذا الخط. بخبرة حضرتك، هل ترى أن التنمية ممكن يكون أحد نتائجها انخفاض النزاعات القضائية بين بلا المحاكم؟ شك التنمية وبالذات التنمية البشرية، وبالذات التنمية بصفة عامة، وبالذات التنمية البشرية تؤدي إلى التقليل، إن لم يكن إنهاء النزاعات والخلافات التي ترفع أمام المحاكم، وتؤدي إلى إثقال كاهل المحاكم بهذه القضايا. طيب، من أحد مفاهيم العدالة المتداولة أيضا هو مفهوم حقوق الإنسان، وحضرتك ابتسمت، فإذا أنت تدري ما
يعني يحاك بوضوح شديد ضد مصر في ملف حقوق الإنسان على المستوى الخارجي وبعض المنظمات والكلام اللي بيتقال. إزاي حضرتك بتشوف مفهوم حقوق الإنسان في مصر والخطوات اللي خدتها فيه؟ مصر اسمعها مني جيدا، مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من أوائل الدول التي حققت حقوق الإنسان واحترمت حقوق الإنسان وأعطت للمواطن المصري حقه. ويكفيني أن أقول لك أن المواطن المصري الآن يتمتع بكافة حقوقه، حقوقه المادية، حقوقه الطبيعية، حقوقه السياسية. أقول لك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من حقوق الإنسان ومن احترامه لحقوق الإنسان ومن اعتزازه بالمواطن المصري في خطوات غير مسبوقة اقتحم مشاكل عدة. يكفيني أن أقول لك مشكلة الإسكان الاجتماعي، عشوائيات، مشكلة العشوائيات التي قضى عليها. اليوم الشاب المصري آمن على أن آمن في أن يجد مسكنا ملائما يأويه، آمنا في أن يجد مواصلات، مش الشاب بس والمواطن المصري أيما كان سنه أو مستواه، آمن في أن يجد أيضا طريقا ميسرا ممهدا يسير فيه، سواء كان يعني يسير بسيارته أو يسير في وسائل المواصلات العامة. ليست حقوق الإنسان مقصورة فقط على طبقة دون طبقة أخرى. وليحرص كل من يتهم مصر سواء في الداخل أو الخارج ليحرص عن القول بأن مصر تهدر حقوق الإنسان. مصر بزعامة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بحقوق الإنسان المصري اهتماما كبيرا لا مثيل له في كثير من الدول في المنطقة. عايز أرجع بحضرتك بعض السنوات إلى الوراء، نتحدث عن فترة مهمة في تاريخ مصر 2013 و2014، وحضرتك كنت فيها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية. ماذا تتذكر من هذه الفترة؟ وأخص بالسؤال يومين، يوم حصار المحكمة أو ثلاثة أيام، يوم حصار المحكمة الدستورية ويوم تولي المستشار الجليل عدل منصور رئاسة الجمهورية مؤقتا، ويوم الأداء اليمين الدستوري للرئيس عبد الفتاح السيسي. أولا بالنسبة ليوم الحصار، هذا يوم في تاريخ مصر تحزن عليه، لأن الذين قاموا بالحصار نسوا أنهم قد أتوا إدا كبيرا، قد ارتكبوا إدا كبيرا، أنهم حاصروا دار العدالة الدستورية وليس ثمة إد أكبر من ذلك أن تحاصر القاضي الذي يمنحك العدالة بفضل من الله وبتوفيق من الله. فهذا كان يوم أسود في تاريخ العدالة كلها. ودعني أتجاوز هذا اليوم، لأن هذا اليوم مماثل لأيام كثيرة سيئة في التاريخ المصري،
الذين قاموا بهذا الحصار في ذلك اليوم أساءوا إلى مصر كلها، وأساءوا إلى الإنسانية كلها، وأساءوا أيضا إلى أنفسهم. فالشعب المصري لا ينسى هذا اليوم، لأنه كان يمر على المحكمة الدستورية العليا فيجدها محاصرة، فكان يحزن وكان يقول لنفسه: أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد يمنعكم من هذا الحصار؟ ولسان حالي يقول: ألم تعي؟ ألم يأني الأوان لأن تدركوا أن المحكمة الدستورية العليا التي تحاصرونها إنما هي محكمة تعطيكم وتحقق لكم وتضمن لكم، وهي ضمانة أساسية لحقوقكم وحرياتكم؟ كيف تكترئون وترتكبون هذا الجرم الشنيع؟ كما قلت لك، لقد جاءوا إدا كبيرا، لقد جاءوا إدا كبيرا. حصار المحكمة الدستورية العليا اعتصر له قلوب المصريين جميعا. أما الموضوع الثاني، عدى يوم الحصار الحمد لله، هل عدى فضل من الله؟ كنت على ثقة أنه هيعدي؟ أكيد سيدي، مصر يحبها الله، ليس خروجا على خط الحديث الذي أتحدث فيه معك، أنا لي محاضرة ألقيتها بمناسبة ختام أعمال دار الإفتاء المصرية يوم 28/12/2020، ألقيت محاضرة بعنوان الله يحب مصر، وأثبتت بالدليل قطعي الثبوت وهو القرآن الكريم أن الله يحب مصر. وليس موضوع الحديث الآن لأنه يحتاج إلى ساعات كثيرة، لكن الشاهد في حديثي والذي سوف أقوله لك أنني أثبتت بفضل الله أن الله يحب مصر. رتب سيدي نتيجة على هذا الحب، على هذه القاعدة، قاعدة أن الله يحب مصر، فبالتالي إذا تعرضت مصر لخطر أو لإد كبير كالإد الذي تعرضت له لابد أن تنجو، لأن مصر تعرضت لأخطار كثيرة على مر تاريخها، وكانت هذه الأخطار التي تعرضت لها مصر قد تكون تعرضت لها مناطق أخرى ودول أخرى، إلا أن هذه الأخطار كسرت ودحرت في مصر. ألم تسأل نفسك سيدي سؤالا، لماذا تدحر مصر كل هذه الأخطار وكل هذه الاعتداءات؟ الإجابة بوضوح شديد وببساطة شديدة أن الله مع مصر، وكما قلت لك الله مع مصر لأنه يحبها، وأوحى على لسان رسوله بأن جنودها خير أجناد الأرض. تلا هذا اليوم يوم مهم آخر تاريخي للمحكمة الدستورية، وهو يوم تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت. برضو كواليس ويعني ذكريات هذا اليوم مع حضرتك. أولا معالي المستشار الجليل عدلي منصور، قاض جليل وقاض فاضل وقاض دستوري ذو فكر قانوني دستوري عال، كان يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والجمعية العامة وافقت على
تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وصدر قرار رئاسي في ذلك الوقت بتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. كان متبقيا إجراء قانوني ليتسلم وليمارس عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وهو أداء اليمين القانوني. ثم صدر البيان المعروف من المشير عبد الفتاح السيسي آنذاك، بيان 3/7 3/7 وزير الدفاع، بأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد مؤقتا، تولى معالي المستشار عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وانتقل لتولي رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة. شرف الرئيس عدلي منصور بتولي رئاسة هذا البلد العريق، هذا البلد الذي ذكره ربه في القرآن الكريم. فالرئيس عدلي منصور شرف بتولي مسؤولية هذا البلد كرئيس للجمهورية بصفة مؤقتة، وقاد السفينة باقتدار شديد وسط أمواج عاتية، وبتوفيق من الله وصل بها إلى بر الأمان، حتى انتخب الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. فالتقى الرئيسان الرئيس عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي في دار المحكمة الدستورية العليا، وشرفت المحكمة الدستورية العليا بهذا اللقاء، لقاء رئيسين لمصر في وقت واحد، رئيس ينهي مسؤوليته التي ولاه الشعب إياها، ومسؤولية ورئيس يتولى مسؤولية هذا البلد التي ولاه نفس الشعب وذات الشعب إياها. فكان يوما في تاريخ المحكمة الدستورية العليا مشهودا. التقى الرئيسان بإجراءات قانونية ودستورية استمتعت برؤيتها مصر كلها. مصر كلها رأت إجراءات حلف اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان شاهدا لهذا اليمين الرئيس المؤقت عدلي منصور. لحظة لا أنساها أبدا، ولن تنساها المحكمة الدستورية العليا، ولن تنساها جدران هذه المحكمة، ولن تنساها أروقة المحكمة، ولن تنساها قاعة المحكمة الكبرى التي تم فيها أداء اليمين القانون الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شرفت المحكمة الدستورية العليا بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام جمعيتها العامة ليمينه الدستورية ليستكمل إجراءات توليه المسؤولية. وشرفت أيضا بابنها البار القاضي الجليل المستشار الكبير عدلي منصور، وهو يشهد أداء اليمين، ويتبادل التحية، الرئيسان يتبادل التحية، رئيس تنتهي ولايته وهو الرئيس عدلي منصور، ورئيس تبدأ ولايته وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مكان واحد عزيز على المستشار عدلي منصور، وعزيز علينا، وأنا أؤكد وأني كل ثقة عزيز أيضا على الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه لحظات لا يمكن أن تنسى، هذه لحظات لا يمكن أن تنسى ولن ينساها التاريخ.
سيدي التاريخ لا ينسى شيء والتاريخ يسجل كل شيء. سيدي اعمل حساب للتاريخ، التاريخ أعظم رقيب للبشر بعد الله. الله يراقب البشر كلهم، والتاريخ أيضا يراقبهم ويسجل همساتهم ويسجل أفعالهم ويسجل حركاتهم، كل يفعل ما يريد، فالتاريخ له بالمرصاد. حقيقة أن هذه الجملة جملة قوية ومؤثرة، أنه اعمل حساب للتاريخ فالتاريخ لا ينسى ويقف للجميع بالمرصاد، جملة مهيبة من مستشار جليل. أهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من لقائنا مع المستشار الجليل سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو هيختصنا في هذا اللقاء ببعض التفاصيل عن مشواره الإنساني ويعني حياته الشخصية. لو بدأنا من أول المشوار، من أين نشأ وكيف نشأ المستشار الجليل سعيد مرعي؟ أنا نشأت في الريف وجزور ريفية، نشأت في الأرض المصرية السوداء، والأرض المصرية غنية بعطائها، وأنا فلاح، والدي فلاح، وأمي إنسانة قروية فلاحة، أبي فلاح يملك أرضه، ليس مستأجرا، وليس معنى ذلك أن المستأجر سبة، الإيجار سبة، لكن أقول أنا أبي كان فلاحا ميسور الحال، فكنا نعيش في خير الأرض التي كان يفلحها والدي. الغريب أنني وحيد، وليس غريبا في ذلك، إلا أن الغريب آت، أنا ولد وحيد لأبي، وليس معنى ذلك أنني كنت مدللا، أريد أن أركز على ذلك. كان والدي كطبيعة الفلاحين يريد ابنه لكي يساعده ويعاونه في فلاحة الأرض، إلا أن الله والحمد لله وجه والدي في أن يصر على تعليمي، لعل في ذلك غرابة شديدة. هل كان الوالد متعلم؟ أبدا، والدي فلاح لا يقرأ ولا يكتب، فكان يصر إصرارا شديدا على تعليمي، لا تفسير في ذلك إلا أن الله وجهه لكي يعلم هذا الطفل، وكأن الله، مش كأن الله، والله فعلا قد رسم لي حياتي. وكان والدي يصر، وحينما أغيب من المدرسة وأنا طفل صغير يضربني وينهرني حينما أتخلف عن المدرسة. ذهبت إلى المدرسة وتعلمت وسلكت الطريق وحصلت على الثانوية العامة من مدرسة المركز، لأنه كانت القرى لم تكن فيها مدارس ثانوية، كانت بها مدارس التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي، والمدارس الثانوية آنذاك في المراكز، فكنت في مدرسة المركز، كانت اسمها مدرسة الصف الثانوية. وفقني الله، أعانني الله، حصلت على الثانوية العامة سنة 1972 بمجموع 83% في القسم الأدبي. أنا ذاك كان اللي بيطلع الأول على الجمهورية بيجيب 90% فقط، ده كان مجموع كبير جدا وقتها صحيح. في القسم الأدبي احترت ماذا أدخل، نازعتني نفسي في أن أدخل كليات القمة في الأدبي، إلا أن الله وفقني واختار لي كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
يعني حضرتك ما كنتش مقرر من البداية أنه أنا راسم طريقي؟ أبداً. هدخل حقوق و ربي الذي رسم لي الطريق. أنا بختصر لك الطريق بصورة سريعة حتى لا أضيع الوقت. ربي رسم لي الطريق فله الحمد وله الشكر. دخلت كلية الحقوق، ربنا أعانني ووجهني، وكنت أقيم في المدينة الجامعية وهو مجتمع يساعد على التفوق. ربنا أكرمني وتفوقت في دراستي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة. يجوز لي أن نسأل حضرتك تقديرات؟ مش التقديرات، مصروف حضرتك كان كام يا فندم في الجامعة؟ أولا سوف أذكر لك حقيقة، أنا والدي زي ما قلت لحضرتك كان فلاحا يزرع أرضه، الأرض ملكه، فكان يعطيني مصروفا لا أقول سخيا ولكن أقول يكفي حاجتي. مصروفي سنة 1972 وأنا بروح المدرسة الثانوية في المركز 5 قروش. قروش، وأرجو أن تكون ظاهرة في التسجيل وليست 5 جنيهات، 5 قروش. كنا الخمس قروش نجيب بهم سندوتشين فول وطعمية ونشبع ونأكل ونستمتع بالأكل. المواصلات العامة نقطع فيها حاجة اسمها أبونيه أو اشتراك، الطلبة نركب الأوتوبيس ونروح البيت. كنت من هذه الفئة، وكانت وكان المجتمع كله كذلك. كانت حياة ممتعة، واخد بال حضرتك؟ ربنا وفقني، حصلت على لسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1976 بتقدير جيد جدا، ما كانش فيه المجموع التراكمي. أنا جبت تقدير جيد أولى وتانية، جيد جدا تالتة ورابعة، وزملاء معي يشغلوا مناصب قضائية الآن نفس الترتيب. أعلن مجلس الدولة وأعلنت النيابة العامة وأعلن وأعلن وأعلن، تقدمت. لن أتناول تفصيلات حتى الوقت، إلا أنني أركز على أن الله وجهني وألهمني باختيار مجلس الدولة، فاخترت مجلس الدولة لكي أعين فيه، فعينني ربي وصدر قرار رئيس الجمهورية متضمنا تعييني في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة سنة 1977. تسلمت عملي في مجلس الدولة سنة 1977 إبريل 1977 مندوبا مساعدا في مجلس الدولة، وبدأت قاضيا. كان عمري في ذلك الوقت 23 سنة. عايز أسألك هنا عن حاجتين يا فندم. تفضل. أول راتب وأول قضية. أول راتب كان 41 جنيه. كان يكفيني. وكان راتب مجزي، لأن كان المؤهل العالي آنذاك يحصل على 25 جنيه. وده كدر قضائي، فكنت باخد 41 جنيه وبالذات 41 جنيه و60 قرش. فاكرهم بالظبط. طبعا. أول قضية نظرتها وأنا مفوض في مجلس الدولة، مفوض الدولة، كان قضية بواب بيعمل في وزارة الأوقاف، موظف في عمارات الأوقاف، أنهيت خدمته للانقطاع. طعن في القرار بإلغاء قرار إنهاء خدمته. الرجل انقطع مصدر رزقه. تذكرت ما درسته في كلية الحقوق وهو حق الدفاع للمدعي والمدعى عليه. أتحت الفرصة كاملة لهذا الرجل البسيط يشرح قضيته
لعلي أجد في انقطاعه عن العمل الذي أدى إلى إنهاء خدمته مبررا، لأن النص يقول تنهى خدمته إذا انقطع عن العمل بغير عذر مقبول. هذا كنت عايز تسمع منه العذر. لازم أسمع. هذه وظيفة القاضي يا سيدي. القاضي لابد أن يسمع وأن يصبر وأن يكون صدره أن يكون صدره متسعا لأطراف الخصومة. وماذا قال؟ فسمعت فوجدت له العذر وقدم العذر كتابة وكتبت تقريرا رفعته إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار مفوض الدولة أو المفوض اللي بيرفع التقرير، بناء عليه تصدر المحكمة حكم ارتأيت فيه إنهاء خدمة إلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف، والمحكمة فعلا أصدرت قرارها أو حكمها بإنهاء الخدمة. وجاء الرجل باكيا من الفرحة، ليس للمحكمة لما جاءني باكيا. قلت يا سيدي لما تبكي؟ قال من فرحتي. قلت التي أصدرت القرار هي المحكمة. قال أنت السبب، أنت السبب الذي استطعت أن تبحث وتنقم وتديني الفرصة وجبت لك الأوراق والمستندات وحكمت له بالعودة. المحكمة بقى اللي أنا اقترحت على المحكمة أنها تصدر قرار بإلغاء قرار بإلغاء تصدر حكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته، وأصدرت المحكمة وعاد إلى العمل. المحكمة وعاد إلى عمله. هذه أول قضية وما زلت متذكرة تكاد تكون بتفصيلاتها. سيادة المستشار الجليل المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، احنا بنشكر حضرتك على وقتك، بنشكر حضرتك على علمك وعلى سعة صدرك، وإنك سمحت لنا أن نجري مع حضرتك هذا اللقاء في هذا التوقيت المهم من عمر الوطن. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. أنا للشاكر فضلكم. شكرا جزيلا. الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم على متابعة هذا اللقاء، وأعتقد أنه لقاء مهم وتأريخ مهم لفترات مهمة مرت بيها المحكمة الدستورية العليا، هذا الصرح الكبير اللي ليه مكانة كبيرة عند كل المصريين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبرضو منساش أشكر الزميلة العزيزة هدى أبو بكر على إشرافها على هذا اللقاء، وتابعونا دايما في لقاءات مهمة على تلفزيون اليوم السابع. أشكركم.